بعدين موضوع الظلم اللي يتكلم عنه عايض الزايد، وين عايض؟ احنا بنظلم الناس يا عايض؟ يعني نتكلم عن الدليل ابو سلطان. ايش؟ نتكلم عن الدليل ابو سلطان. الدليل مو شغلك انت تطلب دليل، انت هنا متسابق. انا لو اشوفك انت عقبه في النسخه اقول لك امسك الباب بدون دليل، بدون حتى ما يكلموني الاعداد. احنا لا يمكن ان نظلم احد فيكم، ولو ادري ان 1% على من غادر انه مظلوم ان رجعناه، لكن مو بنت اللي تعلمنا الظلم. احنا نخاف الله ترى. عبد الله، وش اللي حصل في البرايم يا مودع سعود؟ ايه شو اسمه، كنت بطالع مع سعود عشان ذا الشناط، بعدين يوم سمعت صوت اخوياي طمرت، شو اسمه ما طمرته، رقيته الباب اللي برا. ايه رقيته ومديت ايدي على العيال وسلمت على يمكن واحد اتوقع. وليش ما قلت لابو هشام افتح لي الباب واطلع؟ لان هذه خلاص فيها استبعاد. والله يا ابو سلطان تبى الصدق، والله العظيم اني ما كنت اتوقع ان يعني انها يعني غلط. اعرف ان الغلط انه لا شو اسمه تعديت الباب او ان الباب مفتوح وطلعت. انت يعني من قال لك الكلام؟ الحد، لان من النسخه اللي قبل شخص قد سلم على في برايم طلع وسلم على اخوياه اللي برا واعطيته الحين عبارة. الحين ما في فقره عندكم ان الواحد اذا راح وسلم له على ناس من برا يطلع برايم على هله؟ وهذا اللي اخوياك برضه نفس الموضوع على هله؟ لا والله ما ادري، بس شو اسمه واللي عارفه حتى في نسخه قبل زد طمروا وطلعوا برا على في البث، وقت البث ثلاث اشخاص طمروا وطلعوا برا في البث واعطيتهم انت خصم. اما اللي سلم على اخويا ورجع انت قلت انذار يعني. وهذا اللي نعرفه، وانا كنت والله يا ابو سلطاني ما كنت ادري انه غلط، ولا كان والله العظيم ما قربت. ما تدري وانت طالع تسلم على الناس يعني ما تعديت الباب، يعني كنت احسب انه يوم سلمت عليه ولا تقول لي يعني الواحد يعني يستوعب، فهمت؟ ورجعت اتوقع انه يقولون نصوره بث تيك توك وعرضوها امس النقد، انا ما كنت موجود، كنت داخل وعيالي يقولون انهم تكلموا عنك وزي كذا. الله يصلح قلبك بس. اللهم امين. وين محمد سراج وخلف ال